بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائي الطلبة، ودرس جديد من دروس أسلوب الاستثناء. وصلنا إلى الاستثناء المفرد. أخذنا في الدرس السابق الاستثناء التام المنقطع، ودرسنا التام المنقطع وحكمه واجب النصب، وقلنا إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يكون حكمه واجبا ويسمى تاما منقطعا، سواء كان مثبت أو منفي. أما اليوم هو الاستثناء بإلا الاستثناء المفرد. ما معنى الاستثناء المفرد أو يسمى الناقص؟ تعريفه: هو الاستثناء الذي لا يذكر فيه المستثنى منه ويكون منفيا. إذن الفرق بين التام وبين الناقص أو المفرد أن التام فيه الأركان الثلاثة: المستثنى منه والأداة والمستثنى. أما المفرد سمي مفردا لأنه منفي والمستثنى منه غير موجود. الفرق أنه المستثنى منه غير موجود، هو شكله استثناء ولكن هو مفرد في الحقيقة. حكمه، نقول حكمه حسب الموقع من الجملة، حسب الموقع من الجملة. أي إعراب المستثنى يكون حسب المحل أو الموقع من الجملة. غرض هذا الاستثناء هو التوكيد بالقصر، التوكيد بالقصر. إذن الاستثناء المفرد هو الاستثناء الذي لا يذكر فيه مستثنى منه ويكون منفيا دائما، وحكمه حسب الموقع من الجملة، وغرضه التوكيد بالقصر. كيف نميز بين التام وبين المفرد؟ انتبه عزيز الطالب، لدينا جملتان: ما نجح الطلاب إلا علي، وما نجح إلا علي. كيف أميز بين التام والناقص؟ هناك طريقتان. نأخذ الطريقة السهلة، وهي نحذف أداة النفي وأداة الاستثناء، فنقول نحذف إلا ونحذف ما، وما تبقى من الجملة إذا قرأناه ولم يعطي معنى فهو تام، وإذا قرأناه وأعطى معنى فهو مفرد. فهنا ما نجح الطلاب علي، ما نجح الطلاب علي، هل هذه الجملة لها معنى؟ الجواب كلا، إذن هو تام. إذن نقوم بحذف أداة النفي وأداة الاستثناء وما تبقى من الجملة، نقرأه معا: إذا لم يعطي معنى فهو تام، وإذا أعطى معنى فهو المفرد. انتبه للجملة الثانية، لو حذفنا ما وحذفنا إلا تصبح الجملة: نجح علي، نجح علي. قمنا بحذف ما وإلا تصبح الجملة: نجح علي، أعطت معنى، إذن هو استثناء مفرد. الاستثناء مفرد. قلنا إذا حذفنا أداة النفي وأداة الاستثناء ولم يعطي معنى تعطي جملة معنى فهو تام، وإذا حذفنا أداتين وأعطت معنى الذي يتبقى فهو مفرد. وحكم علي أي ما بعد إلا، حكمه حسب الموقع من الجملة. ما معنى حسب الموقع؟ أحبتي انتبه عزيز الطالب، عندما طلعناه نجح علي، هنا ما موقعه الإعرابي؟ نجح فعل وعلي فاعل، إذن موقعه أو إعرابه فاعل. نأتي إلى المثال الثاني: ما المتنبي إلا شاب. أريد هل هو تام أم مفرد؟ أريد أن أعرف. نحذف ما ونحذف إلا، الذي تبقى من الجملة: المتنبي شاب. المتنبي شاعر، مبتدأ وخبر، إذن هو مفرد. المتنبي شاعر، أعطت معنى. ما حكمه الإعرابي أو ما حكمه؟ حكمه تقول حسب الموقع من الجملة، حسب الموقع من الجملة. ما غرضه؟ تقول التوكيد بالقصر، التوكيد بالقصر. هنا الموقع الإعرابي مهم جدا عزيز الطالب، لا تعرفه إلا بعد أن تحذف في بالك، في ذهنك تحذف أداة النفي وأداة الاستثناء. نأتي إلى الآية الكريمة، قال تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. هنا نريد أن نعرف الآية، هل هي استثناء تام أو استثناء مفرد؟
نقول هاي أداة النفي نقوم بحذفها في الذهن، والأداة إلا نقوم بحذفها، تصبح الآية أو تصبح كيد فرعون في تبا أعطت معنى. بما أنه أعطت معنى إذن الاستثناء ماذا أحبتي؟ مفرغ. الاستثناء مفرغ. وهناك قاعدة تقول إذا وجدنا شبه الجملة جار والمجرور، الجار والمجرور أو الضاف بعد إلا فهي استثناء ماذا؟ استثناء مفرغ. إذن ملخص الكلام في هذه النقطة في هذه الحالة، الاستثناء المفرغ إذا حذفنا أداة النفي وأداة الاستثناء، أداة النفي وأداة الاستثناء وأعطت معنى فهو مفرغ، وإذا لم تعطي معنى فهو تام. هنا يجب أن تقرأه جيد. أكثر شيء أحبتي في الاستثناء المفرغ في القرآن الكريم، نأتي إلى الآيات القرآنية لكي نعرف نوع الاستثناء وحكم المستثنى وسط. قال لي ما حكم المستثنى في الآيات المباركة ولماذا؟ وما الموقع الإعرابي للمستثنى؟ نأتي إلى الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أريد أن أعرف هل هو تام لو مفرغ؟ نحذف ما وإلا تصبح الآية يكفر بها الفاسقون، إذن هو مفرغ. إذن الاستثناء ماذا؟ مفرغ. لماذا مفرغ؟ تقول لأنه منفي والمستثنى منه غير مذكور، منفي والمستثنى منه غير مذكور. ما حكم الإعرابي للفاسقون؟ تقول حسب الموقع من الجمل. ما إعراب كلمة الفاسقون؟ ما إعراب كلمة الفاسقون؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون، يكفر بها الفاسقون. هنا الفاسقون إعرابها فاعل، إعراب الفاسقون فاعل. نأتي إلى الآية الثانية، وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. أيضا نحذف ما إلا يضل به الفاسقين. إذن هو الاستثناء مفرغ، مفرغ. أيضا حسب الموقع من الجملة، وما إعراب كلمة الفاسقين؟ يضل به الفاسقين، الفاسقين مفعول به. إذن موقع الإعرابي للفاسقين مفعول به منصوب، يضل به الفاسقين. فانتبه للموقع الإعرابي، إذا وجدنا فعل وبعد فاعل إذن هو فاعل، إذا وجدنا فعل وفاعل وبعد كلمة منصوبة إذن هو مفعول به. نأتي إلى الآية الثالثة، قال تعالى وما محمد إلا رسول، نحذف ما وإلا تصبح محمد رسول. الاستثناء ماذا؟ مفرغ. حسب الموقع من الجملة، ما إعراب كلمة رسول؟ محمد الرسول، محمد مبتدأ ورسول خبر. إذن كلمة رسول حكم المستثنى خبر مفعول، أو إعراب المستثنى خبر مفعول. كل الحكم هو حسب الموقع من الجملة، والإعراب حسب الموقع من الجملة. نأتي إلى الآية الرابعة، لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة، نقول يلبثوا ساعة. إذن هذا الاستثناء مفرغ، يلبثوا ساعة، لأنه منفي والمستثنى منه غير موجود، حكمه حسب الموقع من الجملة. ما إعراب كلمة ساعة؟ إعراب كلمة ساعة، ساعة هنا تعرب ظرف زمان مفعول فيه منصوب، ما لبثوا إلا ساعة. نأتي إلى الآية الخامسة، قال تعالى لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا إلا عشية، يلبثوا عشية. قلنا نحذف أداة النفي وأداة الاستثناء، إذن هو مفرغ، مفرغ. إعراب عشية أيضا نقول ظرف زمان مفعول فيه منصوب، لم يلبثوا إلا عشية. انتبه للإعراب أحبك. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هنا الاستثناء مفرغ، كيف نعرف؟ نرسل بالآيات تخويفا، نرسل بالآيات تخويفا. إذن الاستثناء مفرغ وحكمه حسب الموضع من الجملة. إعراب كلمة تخويف، انتبه عزيز الطالب،
لماذا نرسل الآيات؟ لأجل التخويف، تخويفا. هذا يسمى المفعول لأجله، المفعول لأجله. إذا كلمة تخويفا مفعول لأجله، وهكذا كي تعرف الموقع العربي لما بعد إلا أو المستثنى. إذا تخويفا أحبتي مستثنى، عفوا مفعول لأجله منصوب، مفعول لأجله، وجاءت بالوزاري السنة الماضية إلا ابتغاء، كلمة منصوبة لأجل الابتغاء. قدر كلمة لأجل أو لغرض أو لسبب، تقول هو استثناء مفرغ. وما جعله الله إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما جعله الله إلا بشرى، جعله الله بشرى. إذا أعطت معنى الاستثناء مفرغ حسب الموقع من الجملة، إعراب كلمة بشرى. انتبه عزيز الطالب، جعله تأخذ مفعولين، المفعول الأول جعله الهاء، والله لفظ الجلالة اسم الجلالة فاعل. بشرى هو المفعول الثاني، بشرى هو المفعول الثاني. إذا كلمة بشرى مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة. الآية الأخيرة في هذا المعنى، وما زادهم إلا غرورا، وما زادهم إلا نفورا. انتبه، وما زادهم إلا غرورا، نحذف ما وإلا تصبح زادهم غرورا، زادهم غرورا. إذا أعطت معنى، إذا هو الاستثناء مفرغ، حكمه حسب الموقع من الجملة، السبب لأنه منفي والمستثنى منه غير موجود. كلمة غرورة ما أعرابها؟ انتبه عزيز الله، إذا وجدنا زدنا زاد أو وجدنا جعل، في الغالب يكون ما بعد إلا مفعول به ثاني. إذا زادهم غرورة، هم مفعول أول وغرورة مفعول ثاني، إذا مفعول به ثاني. إذا في الآيات المباركة المهمة يأتي المستثنى منه حسب الموقع من الجملة، مرة فاعل، ومرة مفعول به، ومرة مبتدأ، ومرة ضرب زمان عشية وساعة، ومرة مفعول لأجله، ومرة مفعول به ثاني، وهكذا حسب الموقع من الجملة. عرفنا الاستثناء المفرغ، نأتي إلى الأبيات الشعرية. يأتيك سؤالا شعريا